مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج حديث الساعة. سنتحدث اليوم عن الرياضة والرياضيين والمنشآت الرياضية التي تعرضت للتدمير من قبل ميليشيات الحوثي. فالرياضة والمنشآت الرياضية نالها نصيبها من الاستهداف والتدمير والعبث، والرياضيون أيضا تعرضوا للقتل والاختطاف والتعذيب، وصولا إلى الصحافة الرياضية والصحفيين الرياضيين وما تعرضوا له من تغييب ما زال بعضهم مخفيا حتى اليوم. فأهلا ومرحبا بكم، ونبدأ معكم هذه الحلقة مع هذا التقرير الذي يرصد ما تعرضت له الرياضة والمنشآت الرياضية وما لحقها من أضرار للمنشآت وقتل وتعسف واختطاف للرياضيين. لم يسلم الرياضيون ولا المنشآت الرياضية من الاستهداف المباشر والمتعمد من قبل ميليشيات الحوثية الإجرامية منذ انقلابها على الدولة واستيلائها على العاصمة صنعاء، حيث تشير مصادر وزارة الشباب والرياضة أن 70% من المنشآت الرياضية تضررت بشكل جزئي أو بشكل كامل. فمنذ الوهلة الأولى كانت عيون الميليشيات على المنشآت الرياضية لتتخذ الملاعب والأندية وبيوت الشباب إلى مراكز لتخزين الأسلحة وتدريب الميليشيات وسجون خاصة بها. فقد أقدمت الميليشيات بتحويل مقرات الاتحادات الرياضية البالغ عددها 30 اتحادا إلى مطاعم واستراحات لعناصر الميليشيات، فيما قامت بنهب مخصصات صندوق رعاية الشباب والناشئين والتي تبلغ 4 مليارات ريال يمني. وحولت الميليشيات استاد الثورة الدولي في صنعاء الشهيد المريسي إلى مقر لتدريب ما يطلق عليهن بالزينبيات، وتحويل ملعب الظرافي في صنعاء إلى مركز لتدريب عناصرها، فيما استخدمت الصالة المغلقة 22 من مايو وبيوت الشباب في صنعاء كسجون تمارس فيها وحشيتها ضد المختطفين من المواطنين. فيما حولت ملعب 22 من مايو في عدن أحد أهم الملاعب اليمنية والذي احتضن مباريات كأس الخليج 2010 إلى ثكنة عسكرية ومخازن للأسلحة. أما الاستاد الرياضي في محافظة عمران فقد حولته الميليشيات لمقرات دائمة لميليشياتها وسجون خاصة. وشمل التدمير الممنهج كلا من المدينة الرياضية وملعب الكبسي في مدينة إب، والمدينة الرياضية وملعب العلفي في مدينة الحديدة، وملعب معاوية في لحج، كما لم يسلم استاد ذمار الدولي من التخريب. وقد طال التدمير كلا من ملعب اليرموك في صنعاء وحقات في عدن والوحدة في أبين والصقر في تعز، فيما توقفت منافسات بطولات الدورية المحلي كأس الوحدة اليمنية وبطولة 30 من نوفمبر في عدن وبطولات الشباب والناشئين بسبب سطو واعتداءات الميليشيات المستمرة وتعطيلها للعملية الرياضية برمتها. ولم تتوقف انتهاكات الميليشيات الحوثية عند هذا الحد على الصعيد الرياضي، بل تسببت في مقتل عدد كبير من الرياضيين اليمنيين، كان آخرهم عبد الله البزاز لاعب نادي الهلال الساحلي المنتمي لمدينة الحديدة. وتعرض الرياضيون لانتهاكات جسيمة من قبل ميليشيات الحوثي، حيث قتل ما يقارب 11 لاعبا، وتعرض العديد منهم للاعتقال، فيما طالت الاختطافات 3 صحفيين رياضيين وهم أحمد ناصر مهدي وقاسم البعيصي وعباد الجراد الذي ما يزال مصيره مجهولا حتى اللحظة. إذن نرحب بكم مشاهدينا الكرام للحديث حول هذا الموضوع والانتهاكات التي طالت الرياضة والمنشآت الرياضية والرياضيين. يسرنا أن يكون معنا الأستاذ فرحان المنتصر مدير عام الإعلام بوزارة الشباب والرياضة. أستاذ فرحان، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ولقناة عدن، ونتمنى لكم عودة حميدة إن شاء الله قريبا إلى عدن. أهلا وسهلا فيك أخي الكريم. نتحدث اليوم عن هذا الملف المتخم بالتدمير والجراحات معا، كيف تابعتم، كيف وثقتم، ما هي
الآلية التي عملتم بها طيلة السنوات الماضية لتوثيق كل ما حدث للرياضة والمنشآت الرياضية والرياضيين، والتي ما زالت مستمرة حتى الآن؟ بداية أحب أن أوضح شيء كان يكون غائب على كثير من الذين يتناولون هذا الجانب. نعم. ما حصل للرياضة هو تدمير للمنشآت تجاوز نسبته 70%، لكن المشكلة ليست هنا فقط، المشكلة أنه هذه الحرب الظالمة أدت إلى تأخير مشاريع كانت تريد الإنجاز، وحرمت الدولة والبلد من مشاريع كان يمكن إنجازها خلال هذه الفترة منذ الانقلاب في 21 سبتمبر. هذا شيء في جانب المنشآت، يعني احنا تخلفنا عن الدول الأخرى وعن من الدول التي يفترض أن ننافسها ونخوض معها البطولات والمسابقات الدولية بعقود طويلة بالنسبة للمنشآت. في الجانب اللي يخص الرياضة والرياضيين، منذ 2014 وحتى اليوم لم توقفت المواسم الرياضية، بمعناها الدوري العام ذهاب وإياب بكل الألعاب. كذلك تأثر اللاعب اليمني في معيشته وفي أمنه وفي حياته، وأدت هذه الحرب وهذه العصابة إلى اختطاف وسجن وقتل الكثير من الرياضيين على مستوى الوطن. أيضا أنه هذا كله ساهم بشكل كبير في تخلف رياضتنا، رغم ما نقوم به في الوزارة وما تقوم به الاتحادات الرياضية من محاولات لتنشيط وإحياء الرياضة، إلا أن الموارد لا تكفي، خصوصا وما زال الانقلاب وسلطة الانقلاب تستحوذ على أغلب إن لم يكن الغالبية العظمى من موارد صندوق رعاية النشوة والشباب. نعم. منذ نهاية 2015 بدأت وزارة الشباب والرياضة في العاصمة المؤقتة عدن بقيادة الوزير نايف البكري العمل على اتجاهين. الاتجاه الأول هو رصد ما تم تدميره وحجم الأضرار من خلال النزول الميداني إلى المشاريع أو الملاعب اللي تم تدميرها، وتوثيق ما تم أو ما حصل من أضرار على مستوى المناطق المحررة. نعم. تم وضع الدراسات والمعالجات الكثيرة بأنه في المنشآت القادرة على أنها يمكن أن تمارس فيها بعض الألعاب، مثلا في ملعب 22 مايو في عدن اللي يصبح الآن يحمل ملعب الشهداء. تم ما وجدنا في إمكاني نقيم مسابقة على المضمار، أقمنا مسابقة لألعاب القوى على الأنقاض في المضمار رغم أن الملعب دمر. الوزارة عندها كثير من الخطط وكثير من الدراسات، وسعينا إلى أن نستعيد المنشآت القادرة على أنها تستقبل المسابقات والمناشط والبطولات. نعم. رغم ما هو متوفر لنا من موارد محدودة، الوزارة قامت بتأهيل كثير من المنصات، صالة أبين محافظة أبين كانت أنقاض تم إعادتها للخدمة، تم صيانة وتأهيل إعادة تأهيل ملعب نادي الشباب الروضة وهو الآن يعني تتمارس فيها الرياضة. الحكومة برئاسة رئيس الجلالة السابق الأستاذ أحمد عبيد بن دغر كان لها دور في أنها سعت إلى المتابعة وبحرص شديد من قبل وزير رايف البكري إلى الشروع في إعادة تأهيل ملعب الشهيد الحبيشي. نعم. أيضا الحكومة تسعى إلى بدأت في إعادة تأهيل ملعب الشهداء في أبين وإلى ملعب، والآن بدأ المشروع تقريبا في إعادة تأهيل ملعب معاوية في دحد. نعم. أيضا وزارة الشباب الرياضة ومنوالدها المحدودة عملت على استعادة جاذبية الصالة في محافظة الضالع. الدمار كبير كبير جدا لا يمكن تخيله ولا يمكن وصفه. نعم. لأنه ما حصل يعني عادنا إلى 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 قرون ما قبل المنشآت الرياضية. صح أنه نحن عندنا مواهب وعندنا طاقات وعندنا قدرات، لكن هذه الحرب أتت على الأخضر واليابس في الرياضة، ويكفي فقط أن نتعلم على نادي يعني كان يوصل صورة جميلة للرياضة في الوطن هو نادي الصقر، كان فيه نموذجية بالمنشآت والإدارة وحتى المستوى الرياضي. الحرب قضت عليه، والظلم الحوثي ضد الشعب وضد الرياضيين قضى على مثل هذا النادي، وهذا هو نموذج بسيط. طبعا نحن في الوزارة رغم الموارد البسيطة إلا أن الوزير يحرص وكل الكوادر في الوزارة يحرصون على استغلال هذه الموارد لما فيه صالح الرياضة، لما فيه إعادة جاهزية المنشآت مهما كانت صعوبة الوضع، إلا نحن نسعى إلى أن نستعيد هذه المنشآت، والقطاعات في وزارة الشباب والرياضة تشتغل
لتوثيق ما تم تدميره ووضع الدراسات امام الحكومه وامام المنظمات القادره على دعمنا من اجل ان نستعيد هذه المنشات في الظرف القريب العاجل. ما حصل هو دمار يفوق التصور، لانه شمل الانسان وشمل المبنى وايضا شمل الناس في معيشتهم. نحن في الرياضه وفي اليمن كانت الرياضه اليمنيه بدات تدخل مرحله الاحتراف، ولو انها الاحتراف غير المكمل، لكن قطاع واسع من ابناء الشعب كان يعتمد على الرياضه في معيشته، اللاعب، المدرب، الاعلامي، الحكم. هؤلاء كلهم تضرروا من الحرب، ما بالك بمن طالتهم الحرب وفقدوا ارواحهم، سواء كان في ميادين المعارك يتصدون لهذه العصابه المالكه او من طالتهم رصاصه الغدر والخيانه الى منازلهم وقد تواضع الحوثي الى صدر الشعب جميعا. نعم، يعني بالخلاصه هل الآلية التي اتبعتوها هي تحديد حجم الأضرار وتحديد إمكانية التأهيل أو إعادة التأهيل والميزانية المتوقعة للتأهيل؟ هو شوف، نحن عندنا قطاع المنشآت، وقام بالنزول إلى كل المنشآت المتضررة من الحرب في المحافظات المحررة. نعم. وتم وضع الدراسات الهندسية والتصاميم وحتى يعني المسودات كامله لهذه المشاريع، وتم الرفع بها للجهات المختصه. نعم. وهذا في الاطار اللي نحن نسيطر عليه، وهي جهات المحافظات المحرره. في المحافظات التي ما تزال تحت سيطره الحوثي يتم الرصد اعلاميا، ويتم الرصد عبر الزملاء المتعاونين في تلك المحافظات لتوثيق الاضرار، لانها هذه كلها هي ملك الشعب. ويجب كلنا ان نضع يعني تصور من الان، والوزاره عندها تصور وخطه كامله لاعاده تاهيل المنشات. ولا شك انه تنتصر التمويل، لكن احنا نثق ان الدوله ستاتي وسياتي الخير ان شاء الله. نحن في الوزاره نستقل في شقين، الشق الاول انه نحن نحاول نعيد تنشيط الرياضه، وهذا مهم جدا، لانه الرياضه كان لها دور كبير في اعاده تطبيع الحياه بين المواطنين وكسر حاجز الخوف، لانه نحن جينا بعد حرب والناس يعني متخوفين، من مش متخوفين نفسيا، ما زالت الحرب تسيطر عليهم. بدانا بتنشيط الالعاب الرياضيه في المحافظه المحرره من العاصمه عدن في لاعب من الضالع في حضرموت، حتى وصلنا في عام 2017 اقمنا دوره رياضيه للناشئين هي الاولى منذ نشاه الرياضه اليمنيه على مستوى الشمال والجنوب. نعم. الخطط عندنا طموحة والواقع صعب. أيضا الآن مثلا نحن في عاصمة عدن، وهذا بفضل الله ثم بجهود تجللها معالي الوزير نايف البكري، أنشأنا صندوق لرعاية النشء والشباب يحصل على موارد بسيطة، لكنها موارد أصبحت تتحمل الرياضة اليمنية بشكل عام. نعم. الصندوق لصنعاء لم يعد يقدم للرياضة اليمنية أي مبلغ، الآن المنتخبات الوطنية كلها والمشاركات الخارجية كلها يتم تحمل كلفتها كلها من صندوق رعاية النشء والشباب في العاصمة المؤقتة عدن. نعم. كيف رسمتم ملامح الحضور يعني وحتى لو كان الضعيف يعني وبقاء الأندية العريقة في البلد في ظل هذا التدمير أخي الكريم؟ بفضل الله، يعني هناك خاصة في العاصمة عدن الأندية يعني تعرضت لتدمير وقصي بفضل الله، أنه ما زالت الرياضة مستمرة رغم التدمير الذي طالت الأندية على مستوى المنشأة وعلى مستوى الإنسان. نحن في هذه المناسبة يجب أن نشكر قيادات الأندية الرياضية في كل المحافظات المحررة على حرصها على الأندية والمحافظة على أصولها وعلى مبانيها وعلى كوادرها. رغم الوضع الصعب ورغم الامكانيات الشحيحه، الا ان الاخوه في القياده الرياضيه سواء في مكاتب الشباب والرياضه او في الانديه الرياضيه او حتى على مستوى الاتحادات في المحافظات حافظوا على جسم الرياضه، حافظوا على كياناتهم وعلى مؤسساتهم، ونحن بفضل الله وبدعم الوزير والدوله وبتعاون هذه الجهات ما زلنا نمارس الرياضه. نعم. وذلك شيء كبير، نحن نحمد الله أننا ما زلنا نمارس الرياضة وما زالت لدينا منتخبات ومسابقات، كان أبرزها قبل أيام اختتمنا بطولة كأس رئيس الجمهورية للكرة الطائرة للأندية. أخي فرحان، يعني أكثر من 30 اتحاد على ما أذكر، هناك ما دمر وهناك ما استغل كمخازن للسلاح،
وهناك ما استغل كسجون، هل لديك رقم معين يعني يمكن نقول أنه خرج سليما من كل هذه المشاريع الهدامة؟ أنا أعتقد باستثناء من شهادة الأندية في صنعاء ومن شهادة الأندية في إب وذمار واتحادات العامة، يعني كل أنا أتحدث باقي المنشآت طالها تدمير. أنا أقول لك إنه باقي المنشآت طالها تدمير، طبعا يعني التدمير يعني يمكن بالقصف المباشر من الحوثي أو باستخدام هذه المنشآت كسجون وكمراكز قيادة وكمخازن أسلحة. نعم. نعم. وتحويلها من غرضها المدني الرياضي إلى الغرض العسكري. نعم. طبعا المسيرة الشيطانية بدأت من عمران، بدأت من عمران وأثرت على الملاعب في عمران، استهدفت بسببها الشباب الرياضي في عمران وفي صنعاء وفي دمار وفي إب وفي تعز وفي لحد وفي عدن وفي أبين، كان أينما وجدوا هؤلاء الناس وجد التدمير وجد طيب. الخراب وجد الدمار، هم طيب. السبب لما هم السبب وهم المتسبب وهم الفاعل دائما. طيب أخي الكريم، يعني هذا ملف يتعاطف العالم مع مثل هذا الملف المهم، بس هي مناسبة. نعم تفضل. هي مناسبة أن نوجه دعوة للإخوة للمنظمات الحقوقية على مستوى العالم وحتى الاتحادات الدولية بما فيها الفيفا واللجنة الأولمبية، نوجه لهم الدعوة لرفض وتحري ما تم من جرائم بحق الرياضة والرياضيين. نحن الرياضة مجتمع. خليني أطرح السؤال الذي أريد أن أقوله. يعني هذا الملف لم يستغل أبدا لدى المجتمع الدولي لرفع قضايا ضد هذه الميليشيات التي حولت المنشآت الرياضية إلى سجون وحولته إلى يعني مخازن للأسلحة، وحولته أيضا لتدريب الميليشيات، الملاعب حولته لتدريب الميليشيات. أليس هذا ملف مهم وهذه قضايا مهمة يجب ألا يغفلها أحد؟ بالفعل وهذا نحن كوزارة الشباب والرياضة انشغلنا في دورنا الموكول إلينا، وهو يعني الحفاظ على هذه المنشآت والتفكير في عدد بنائها وتنشيط الرياضة. نتمنى من الوزارات المختصة بحقوق الإنسان ووزارة الإعلام ووزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية العاملة مع الشرعية أو الدول أو المنظمات الدولية لمساعدتنا في هذا الجانب. نحن إمكانياتنا لا تمكننا من هذا، وهي مناسبة عبركم أن نناشد هذه الجهات وهذه المنظمات وأن نناشد الوزارات المختصة بالعمل على لا نقول استغلال ولكن أنه بالعمل على شرح هذا الملف. نعم. الملف شكرا. الإنساني. نعم. الذي يهدم القلوب. فرحان المنتصر مدير عام الإعلام بوزارة الشباب والرياضة، شكرا جزيلا لك. هذا الملف يجب ألا يمر مرور الكرام، هذا الاستهداف الممنهج للمنشآت الرياضية والرياضيين والصحافة الرياضية يجب أن لا يمر مرور الكرام، ويجب أن يستغل وأن يعلم العالم هذه الميليشيات وسلوكها الإجرامي ضد كل ما هو إنساني في بلدنا. الأستاذ نايف البكري وزير الشباب والرياضة، مرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي فؤاد، أسعد الله مساك وأسعد الله مساء المشاهدين الكرام، وشكرا لقناة عدن على هذا البرنامج المتاح الذي يعرض مدى إجرام هذه الميليشيات بحق الرياضيين والمنشآت الرياضية. وأيضا أشكر أخي العزيز فرحان المنتصر مدير إدارة الإعلام في وزارة الشباب والرياضة. معالي الوزير، بعد هذه البيانات والإحصاءات التي تم نشرها من قبل وزارة الشباب والرياضة حول ما تعرضت له المنشآت الرياضية من تدمير ممنهج كلي أو جزئي 70%، ما هي الخطوات والإجراءات التي أنتم بصدد القيام بها؟ 2،
هذا الملف المهم بعد أن حولت الميليشيات الحوثية هذه المنشآت إلى مخازن للأسلحة، بعد أن حولت هذه المنشآت الرياضية للنشء والشباب إلى سجون، أليس حري بنا أن نستخدم هذا الملف ونفعل هذا الملف لدى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية؟ حياكم الله أخي فؤاد. دأبت هذه الميليشيات الذي استهدفت المنشآت الرياضية كما كان في تقريركم الذي بث قبل قليل، والذي أيضا أوردته بعض القنوات العربية وكنا في قناة الحدث. هذه الميليشيات التي دأبت على أن للأسف الشديد أن تحدث في جميع المنشآت الرياضية على مستوى البلد. أكثر من 70% من المنشآت الرياضية التي استهدفتها هذه الميليشيات، سواء كانت الصالات الرياضية أو الملاعب الرياضية، أو كان استهداف أيضا اللاعبين أو استهداف الرياضيين أو استهداف المنشآت الرياضية، والتي أيضا جعلت من هذه المنشآت الرياضية وجعلت من هذه الملاعب والصالات الرياضية معسكرات الآن كما رأينا في المدينة الرياضية مدينة الثورة، وأيضا الصالات الرياضية في إب، وأيضا في تعز، وأيضا المدينة الرياضية في مدينة عدن، وأيضا الصالات الرياضية في مدينة عدن، في لاحق، في أبين، استهداف اللاعبين، استهداف أيضا القيادات الرياضية، كما الذي أيضا أنا اليوم أتكلم عن أحد الشخصيات الرياضية الكبيرة والإعلاميين عباد الجلالي الذي لا زال يقبع في سجن هذه الميليشيات لأكثر من 3 أشهر، وهو من الإعلاميين الممتازين والكبار في مجال الإعلام الرياضي. نحن بصدد الآن جمع ملف كامل لكل الانتهاكات التي قامت فيها هذه الميليشيات. هناك إن شاء الله ملف كامل سيسلم للجنة حقوق الإنسان وأيضا المنظمات الدولية التي نتكلم فيه عن أن هذه الجماعة التي استهدفت البلد واستهدفت الوطن، استهدفت في منكساته، استهدفت في كل مناحي الحياة، التي أيضا اليمنيين يشهدون بأن هذه الجماعات الإرهابية التي استهدفت المساجد واستهدفت المنازل واستهدفت المؤسسات العامة واستهدفت أيضا الحوار واستهدفت الدستور واستهدفت رئيس الجمهورية واستهدفت أبناء اليمن، ليس قريبا عنها أن تستهدف المنشآت الرياضية، المنشآت التي أيضا يلجأ إليها الشباب والتي هي أيضا ملك لجميع أبناء اليمن. ولكن نحن إن شاء الله لدينا ملف كامل يتم الإعداد لهذه جميعها، لجميع الاختراقات، لجميع العبث الذي قامت فيه هذه الميليشيات، وأيضا اقتيال بعض الرياضيين، وأيضا استهداف بعض الرموز الرياضية والإعلامية، وأيضا بيوت الشباب وغيرها. لازمنا نعكف على أن نسلم ملف كامل، ملف أيضا يقول للعالم بأن هذه الميليشيات الإجرامية استهدفت أيضا الرياضة واستهدفت الرياضيين، الذي هذه الرياضة هي المتسع الوحيد لجميع أبناء العالم في عالم إنساني دائما يلجأ إليها، دائما يلجأ إليه الشباب في مختلف الأنشطة في مختلف المجالات، بأن هذه الأنشطة الرياضية هي ملك للإنسانية، ملك أيضا للشباب في كل مكان. ولكن بإذن الله عز وجل أن هذه الجماعات اليوم قد استطعنا واستطاعت المنظمات أيضا أن تفضح هذا المشروع الذي استهدف أيضا أبناءنا واستهدف شبابنا. نحن الآن بصدد أيضا تقييم كل هذه الشواهد وكل هذه الأعمال الفجة وكل هذه المشاهد التي أيضا رأيناها في برنامجكم، ورأينا أيضا في فيلم آخر سنقدمه أيضا لكم. هناك أيضا إعداد الفيلم كامل يحتوي على جميع المنشآت الرياضية في مختلف المحافظات. نعم، هناك يعني من كان يعمل ومن كان ينشط ومن كان يعتبر العمل الرياضي هو عمل رياضي جسماني وصحي وأيضا مصدر رزق ودخل لهؤلاء الأفراد، لهؤلاء الرياضيين، لهؤلاء الموهوبين. كيف تعاملت الوزارة مع هذا الملف المهم وهذه الأوضاع التي يعيشها الوطن بشكل عام؟ تعاملنا منذ اليوم الأول، ونحن استطعنا أن نجمع وأن نصور كل المشاهد التي أحدثت هذه الجماعات الإجرامية، كل هذه الشواهد منذ اليوم الأول، سواء كان في الحرب. نحن أيضا ربما أنتم قدمتم هذا الفيلم ولدينا فيلم آخر والصور أيضا حية، كنا في مدينة عدن وزرت بنفسي هذه المنشآت الرياضية، المدينة الرياضية في عدن، وأيضا الصالات الرياضية والأندية من نادي التلال وغيره،
ورأينا حجم فضاحة هذا الميليشيات الإجرامية التي استهدفت. نحن أيضا في وزارة الشباب والرياضة معنيين بمسؤولية كاملة قانونية أن نقدم هذه الجرائم وأن نقدم هذه المساعدة القانونية لهذه الميليشيات أمام العالم. نحن نعرف اليوم بأن هذه الجماعات وهذه الميليشيات لا زالت تقتصب كثير من المنشآت الوطنية على مستوى الوطن في جميع المحافظات لصالح هذه الميليشيات ولصالح هذه الجماعات. أنا أقول لك أن في اليوم الأول من بعد تحرير مدينة عدن وتأسيس صندوق نشأ الشباب في مدينة عدن وعدم تسليم لهذه الميليشيات تم العبث بأكثر من 500 مليون ريال لصالح المجهود الحربي. يستخدم اليوم المال الذي يختص فيه دعم الشباب والرياضيين لصالح المجهود الحربي من خلال صندوق النشأ الشباب المتواجد في العاصمة صنعاء. لكن كل هذه الجرائم وكل هذه الشواهد وكل هذه الأرقام نحن معنيين في وزارة الشباب والرياضة أن نقدمها لقيادة الدولة وأيضا للجهات المعنية. طيب. ومنها أهم حاجة وزارة حقوق الإنسان التي تعكف اليوم على ملف كامل يحتوي جرائم هذه الميليشيات على مستوى الوطن. أنا أتحدث أيضا معالي الوزير حول عودة نشاط الوزارة، نسبة هذه العودة، الخطة القادمة إن شاء الله لاستعادة منظومة العمل الرياضي بشكل عام داخل وزارة الشباب والرياضة. حياكم الله أخي، حسب توجيهات فخامة الأخ الرئيس لوزارة الشباب والرياضة ودولة رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية بإعادة ودعم تفعيل وزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية منذ اليوم الأول، ومنذ أيضا ترتيب قطاعات وزارة الشباب والرياضة الحمد لله استطعنا أن نعيد كل هذا العمل. وكان هناك أيضا دعم لقطاع المشاريع الذي يختص أولا بوضع حق الأساس بتوجيهات من فخامة الأخ الرئيس لإعادة ملعب الشهيد الحبيشي وأيضا لإعادة الصلاة الرياضية سواء كان في الضالع أو في عدن، وأيضا ملعب معاوية في لحج وأيضا ملعب الشهداء في زنجبار. قامت اللجان الفنية بوضع كامل دراسات وتصور كامل لإعادة هذه المنشآت الرياضية، ونحن نستكمل اليوم ونشتغل في ملعب الحبيشي وأيضا ملعب القلوعة، وأيضا نزلت المناقصة لملعب معاوية وملعب الشهداء في أبين، واستكمال الملعب الرياضي الكبير في سيئون، واستكمال خلال هذه الأشهر الذي أيضا سيكون متاح أمام الشباب واستكمال كامل الأنشطة. نحن إن شاء الله بإذن الله عز وجل في الأيام القريبة القادمة والأشهر القريبة القادمة سوف نقوم بترميم الصالة الرياضية في مدينة عدن. كل قطاعات الشباب اليوم هي في عمل دائم، ونحن رأينا النشاطات المختلفة سواء كان في كأس رئيس الجمهورية لكرة القدم أو الأنشطة التي يقدمها أيضا اتحاد كرة القدم أو كرة السلة الذي أيضا أكملنا مشوار كبير، وأيضا بطولة عدن 1 و2 وأيضا الدورة الأولمبية في عدن، وأيضا استكمال وتجهيز المنتخبات الرياضية والذي أيضا شاركت في آسيا، والحمد لله برغم الحرب وبرغم الصعوبات إلا ما استطعنا أن نخوض لها نهاية تصفيات كأس آسيا للناشئين في ماليزيا. وأيضا معنا الآن الإعداد للمنتخب الأول في دعمنا المنتخب الأول في معسكر في حضرموت، وسوف يستكمل أيضا عمل المنتخب إن شاء الله باستكمال أيضا مشوار المعسكر في المملكة العربية السعودية ثم المشاركة في دولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية كأس آسيا. نحن أيضا كنا قد استكملنا مشوار كبير من بطولة كأس الرئيس الجمهورية لكرة الطائرة، ونحن اليوم أيضا نقدم برنامج كامل لأكثر من 20 بطولة سوف تقام خلال هذه الأيام أو خلال هذه الأشهر، والتي أيضا تستهدف الشباب على مستوى اليمن، وأيضا إعادة انطلاقة بطولة الدوري العام وأيضا كأس رئيس الجمهورية. وهناك أنشطة كثيرة في كل المحافظات، في تعز، في مارب، في حضرموت، في عدن، في لاحق، في كل مكان. الحمد لله استطعنا في وزارة الشباب والرياضة وأنتم وأبناء هذه المحافظات شاهدين على أن الأنشطة الرياضية لا زالت مستمرة، وتبذل كل القطاعات الرياضية في وزارة الشباب والرياضة جهود جبارة تشكر عليها. نعم، أنتم أمام يعني تحديات كثيرة، منها المنشآت الرياضية ومنها الرياضيين والوسط الرياضي الحكام. هل هناك من خطة بينكم مثلا ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أو المنظمات الدولية المانحة بحيث يخفف من العبء الحاصل على من فقدوا أرزاقهم في وكانوا أساسا يعملون وكانت الرياضة تشكل مصدرهم، وأيضا لعودة أو
ترميم بعض المنشآت. أخي فؤاد، كما تعلمون نحن نمر في حرب كبيرة وفي معركة كبيرة أمام هذه الميليشيات التي استهدفت الوطن ولم تستهدف فقط النشاط الرياضي. نحن في معركة، ونحن نعرف أن هناك صعوبات كبيرة تواجه الحكومة، التي نتمنى أيضا أن يوفق الأخ رئيس الحكومة الشاب الأخ الدكتور معين عبد الملك، الذي أيضا يقوم برحلة تفقدية المهرة، والذي أيضا ستعكف إن شاء الله الحكومة على أن تكون في مستوى حجم التحديات التي يمر فيها الوطن. نحن إلى اليوم هناك موازنة ستقر خاصة في الحكومة. نحن نعرف أننا نمر في ظروف حرب. نحن تواصلنا وبعثنا كثير من الرسائل إلى جميع المنظمات وإلى بعض الأخوة، سواء كان في المنطقة العربية السعودية أو في دولة الإمارات. هناك نقاش أيضا مع الأخوة في الهلال الإماراتي، وأيضا هناك بعض المنظمات الأجنبية لترميم بعض المنشآت الرياضية. نحن نواصل تواصلنا مع الجميع، وإن شاء الله نتمنى من الأخوة الذين اليوم يساهمون في الدعم العسكري وفي الدعم الإنساني في الدعم الاجتماعي أن يروا بأن هذه المشاريع الشبابية التي تؤهل الشباب وتبعد الشباب عن مجال العنف والتطرف والإرهاب، أن تكون هذه المواقع هي أيضا محل نظر ودعم ومتاح كبير نستطيع من خلاله أن نبعد هؤلاء الشباب إلى المدرجات الرياضة وإلى الأنشطة الرياضية، بعيدا عن دورات العنف وبعيدا عن التسلح. العمل الرياضي هو عمل إنساني كبير يهتم بالشباب والشابات، كما رأينا قبل يومين أيضا الدورة التي كانت وأيضا المسابقة التي كانت لفتيات مدينة عدن. عودة الرياضة بكل شقها إن شاء الله سيتيح لهؤلاء الشباب أن يمارسوا رياضاتهم وأن يمارسوا أيضا أنشطتهم وأيضا أن يمارسوا إبداعاتهم في هذه المواقع التي هي الأساس. أن تكون هذه المنشآت الرياضية وهذه المجالات الرياضية هي أساس الشباب الذي يذهبون إليه، وليس إلى السلاح أو العنف أو بعيدا عن المشاكل التي نراها اليوم اجتماعية كثيرة. للأسف الشديد أن الشباب اليوم الذي نرى من شواهد كثيرة الذين بعدوا عن هذه المجالات الرياضية، نرى هناك كثير من المشاكل الاجتماعية التي برزت في هذه المحافظات للأسف الشديد، منها قضية المخدرات والقتل، ومنها كثير من الشواهد والصور التي أخجلتنا كثير في كثير من المحافظات، صعوبات المالية التي تمر فيها البلد. نستطيع أن نخرج هؤلاء الشباب إلى مساحة أكبر وإلى ساحات أكبر مع الوزير والكفاءات. مع الوزير، يعني ختاما، ما هي رسالتك للرياضيين في مختلف محافظات الجمهورية؟ أكانت المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وهم يعانون الأمرين، وأيضا الرياضيين في المناطق المحررة؟ رسالتي رسالة وزارة الشباب والرياضة بشقيها، قطاع الشباب والرياضة، إلى أبنائنا، إلى شبابنا الذين هم أكثر من 7 مليون شاب في اليمن، من 26 مليون مواطن يمني. رسالتنا إليهم أن يكون اليمن أولا، وأن نمضي خلف فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي، بعيدا عن هذه الميليشيات، استعادة الدولة، استعادة البلد، أن نمضي معا في مجال التعليم، في مجال الحب والتسامح، في مجال خلق شباب واعي يستطيع أن يقول للعالم كله نحن اليمنيين كشباب نستطيع أن نقود المستقبل بكفاءات، بشباب متعلم مثقف متسامح يبني مستقبل اليمن القادم، مستقبل الدولة الاتحادية التي عنوانها التعايش والحب، عنوانها أيضا العدالة في الثروة والسلطة، عنوانها أيضا التعليم هو الأساس الأول لجميع أبنائنا. الأستاذ نايف البكري، وزير الشباب والرياضة، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك التوفيق. مشاهدينا الكرام، إذن هذا الملف المهم والذي يجب أن نسلط فيه الضوء على ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي من تدمير ممنهج للمنشآت الرياضية وتوقيف لعجلة المسار الرياضي والنشاط الرياضي بشكل عام وبمختلف جوانبه، وتوقيف المواسم الرياضية وتأثر اللاعب اليمني. هناك الكثير من ما دفعه هذا القطاع
بعد هذا الانقلاب المشؤوم لميليشيات الحوثي واستيلائها على المنشآت الرياضية وتحويلها إلى سجون وثكنات عسكرية ومخازن للسلاح ولتدريب الميليشيات. هذه رسالة يجب أن يفهمها العالم ويعرف كن هذه الميليشيات الدموية وما قامت به من استهداف متعمد للرياضيين وللصحافة الرياضية ومن قتل لكثير من اللاعبين. كثير من الأخبار تقول أو التصريحات الموثقة تقول أن عدد الرياضيين الذين استهدفتهم ميليشيات الحوثي بالقتل 11 لاعب. أيضا الصحفيين، أكثر من 4 صحفيين تم اختطافهم، وهناك صحفيين لازالوا مغيبين في سجون هذه الميليشيات. مبلغ 4 مليار ريال تم نهبها من صندوق رعاية الشباب والنشأ. 4 مليار ريال نهبتها الميليشيات من هذا الصندوق الذي أفرغ تماما. يعني الآن الذين في صنعاء اذهبوا إلى صندوق النشأ والشباب وشوفوا كم باقي فلوس فيه، إن كان باقي. أنا متأكد أنه لا يوجد فلس في هذا الصندوق، فالميليشيات قد عبثت بكل شيء، ولا يمكن أن تبقي شيئا للمواطن اليمني، لا يمكن أن تبقي شيئا للنشاط الشبابي، لا يمكن أن تبقي شيئا للنشاط الرياضي. وكما تعلمون الواقع مدمر تماما بسبب سلوك هذه الميليشيات العدواني والإجرامي. ربما سنصل، يعني لو كانت هذه الميليشيات ثبت لها الأمر لألغت الرياضة وقالت أن الرياضة حرام، وأن هذه وصنفت كل هذه الأنواع الرياضية وفقا لأنها هي تريد هؤلاء الشباب أن تزج بهم في المعارك في حربها الدموية هنا وهناك، لا تريد الشباب أن يبدعوا في مجال هواياتهم الرياضية المختلفة. هي لديها مسار واحد، هو القتل والحرب والدمار وتلك المصطلحات العنصرية والطائفية والتجييش وما إلى ذلك. أما أنها تريد أن تصل إلى مجتمع آمن مستقر تزود فيه روح متطلعة للحياة، فهذا شيء ليس في منطق هذه الميليشيات. إذن معنا الأخ ماجد الطياشي. أخي ماجد، السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته والسادة المشاهدين. الصحافة الرياضية مثلها مثل كل المنشآت والجهات أيضا والأشخاص والمؤسسات والأعمال التي تعرضت للاعتداء الممنهج والمستمر من قبل ميليشيات الحوثي. كيف أنتم رصدتم كل هذه الجرائم بحق الصحفيين الرياضيين من قبل الميليشيات الحوثية، وأيضا استعادة روح الصحافة الرياضية من جديد بعد هذا التعرض الذي أحدثته ميليشيات الحوثي بحق هذا المجال؟ في البداية طبعا التحية لكل من يقاوم هذه الميليشيات سواء بالكلمة أو بالحرف أو بالصورة، لكل شهيد، لكل مقاوم، لكل شخص قال لهذه الميليشيا انتم جماعة إرهابية ولسنا معكم نحن ضدكم. هذه الجماعة المارقة لا تفرق بين صحفي رياضي ولا صحفي اقتصادي ولا صحفي سياسي، كل من يحمل فكرة نيرا هو بالنسبة عدو لها. هي تريد أن تجهل الشعب، نعم، وتعمل على تجهيله بالترغيب والترهيب تارة وبالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى. نعم. آخر صديق أو آخر زميل تم اعتقاله كتب في مدونته على الفيسبوك في موقع التواصل الاجتماعي أنا 3 سنوات بدون راتب كيف أعيش؟ نعم. بمجرد إن كتب هذا البوست أخذ إلى معتقلاتهم في حجة وتعرض لشتى أنواع التعذيب والاتهامات بالعمالة والارتزاق وإغلاق السكينة العامة والتحريض ضد الجماعة بمجرد إنه قال إنه بدون راتب. نعم. قبل ذلك تم اعتقال الزميل قاسم البعيسي في الحديدة. نعم. ولا نعلم حتى الآن شيء عن مصير الزميل عباد الجرادي. نعم. عباد أحد الشباب النيرين يعمل في نادي وحدة صنعاء، كان يجهز لملتقى صيفي ومباريات الكاس في
صنعاء ونادي وحدة صنعاء هو المنارة والشعلة في صنعاء لاحتضان المباريات. يعني شخص ما له علاقة بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد، واعتقلوه والآن أكثر من 3 أشهر لا نعلم أين مصيره. طالبنا كثيرا، تحدثنا مع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية ومع الاتحاد الأسيوي للصحافة الرياضية ونددنا بهذا الفعل الجبان والمشين من قبل ميليشيا الحوثي. حيث نتحدث عن الصحافة يجب ألا ننسى دور الصحف، أو لا نغفل عن الصحف والمواقع الإلكترونية الرياضية. نعم. كثير من الصحفيين الرياضيين حتى وإن لم يعتقلوا انقطعت مصادر دخلهم. يعني عليك أنت حين تتحدث عن الصحفيين الرياضيين الذين يتجاوز عددهم أكثر من 200 صحفي متخصص، غابت البرامج الرياضية في الإذاعات وفي القنوات التلفزيون، ومن قناتكم الآن ما تبث برنامج رياضي ولا الإذاعة. نعم. إذاعة عدن، وبعض الزملاء كانوا متواجدين في إذاعة عدن ولنا بهم صلة ومعرفة سابقة. نعم. اليوم إذاعة عدن قناة عدن وإذاعة عدن، نعم، إذاعة عدن لم يسمعها أحد حاليا، وكذلك قناة عدن التي كان لها دور كبير في تنوير المجتمع اليمني. نعم. الفضائية اليمنية لا تستطيع أن تأتي ببرنامج رياضي، لأنها في الآخر حال الرياضة من حال البلد ككل. نعم. فكل العاملين في هذا المجال فقدوا مصدر دخلهم، فقدوا وظائفهم، فقدوا مناصبهم، فقدوا القدرة على الإنفاق على أولادهم. هناك كثير من الصحف الرياضية المتخصصة مثل صحيفة الرياضة الموجودة في صنعاء، أو صحيفة ماتش في تعز، أو صحيفة الهدف ملحق الهدف في عدن، أو الأيام الرياضية وغيرها. قلصت الأيام الرياضية الآن تصدر ولكن بنفس الصحيفة وليست كصحيفة مستقلة كما كان في السابق. نعم. كثير من الصحف أما إنها أغلقت أو إنها منعت من الإصدار، فلذلك الصحافة الرياضية تعاني الويلات من هذه الميليشيا، والصحفيون الرياضيون يعانون الويلات. وليس لدينا أو أمامنا أي خيار سوى أن نتحول إلى صحفيين سياسيين وإلى صحفيين مناهضين. وزارة الشباب والرياضة ترصد كل الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين واللاعبين والمنشآت. نعم. هناك أشخاص يعني أكانوا لاعبين أو كانوا صحفيين رياضيين تعرضوا لانتهاكات، ومنهم من قتل واستشهد على يد هذه الميليشيات الحوثية. هل من إجراءات أنتم بصدد القيام بها، عملها مثلا أفلام وثائقية توثق مآثر هؤلاء الناس وما حل بهم، منشورات ورقية أيضا للتأكيد أن أمام المجتمع الدولي هوية وسلوك هذه الميليشيات الإجرامية ضد كل ما يدعو للحياة؟ الأستاذ نايف البكري معالي وزير الشباب والرياضة يكلفنا باستمرار أو يتابعنا باستمرار لرصد كل ما يتعلق بأعمال هذه الميليشية. والوزارة تملك سجل واضح، 70% من المنشآت الرياضية تعرضت للتدمير، 11 لاعب من قضى ونحبهم على يد هذه الميليشية. نعم. 3 صحفيين منهم الآن في الاعتقال، وكثير من الصحفيين تم اعتقالهم ثم الإفراج عنهم، وبعض المنشآت تعرضت تعريض جزء للتدمير الجزئي. في الفترة الماضية شخصيا سلمت معالي وزير الإعلام صور لهؤلاء الصحفيين الرياضيين، وكانوا ضمن الصور التي تم عرضها أمام مجلس حقوق الإنسان حتى. نعم. يعرف العالم جرم هذه الميليشيا. كل من اختطفوا نحن نعرف عنهم أو وثقنا هذه المرحلة من حياتهم. وتعرف يا عزيزي نحن الآن في عصر الصورة، لا تستطيع الميليشيا أن تخفي هذه الجرائم. كل جريمة تقوم بها ميليشيا الحوثي توثق وتصور وبالصوت والصورة، والتاريخ لن يرحم أحد. أخي الصحفي والإعلامي الرياضي ماجد الطياشي، أتمنى لكم التوفيق، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج حديث الساعة. وفي ختام هذه الحلقة نختم كما نحن متأكدين تماما أن النصر قادم للشعب اليمني على هذه الميليشيات الدموية، وأن العمل الرياضي والمنشآت الرياضية ستعود كما كانت وأفضل بإذن الله تعالى، وأن كافة المناشط الرياضية تعود بأنشطتها المتميزة، وسيكون الشباب الموهوبين اليمنيين منارة وفي صدارة الذين يمثلون وطنهم خير تمثيل في الداخل والخارج. حتى الملتقى، أنتم بأمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.